محمد والعبد العزيز في الحكم لمأمورية ثالثة بعد انتهاء مأموريته الثانية عام 2019. ورأت أحزاب سياسية معارضة أن الحديث عن مأمورية ثالثة يعد خرقا واضحا للدستور الموريتاني. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. أكد لكم أن هذا النظام ما هو ماشي ولا له مشي يكون التهمة من ما تزرقوله. حديث الوزير الأول يحيى الحدمين عن بقاء النظام حتى ما بعد 2019 فتح الباب أمام لبس كبير مشفوع بسؤال يتردد صداه بوتيرة متسارعة مفاده: هل يعني الرجل أن الرئيس باق في السلطة أم أن خليفة من رحم النظام تم اختياره للمرحلة القادمة؟ حديث الحدمين وقيادات الحزب الحاكم عن استمرارية النظام يقول داعمهم إنها لم تفهم في سياقها، وأن النظام ليس مرتبطا بشخص الرئيس الذي صرح أكثر من مرة أنه لا يسعى لتغيير المواد الدستورية المتعلقة بمأموريات الرئيس والسن القانونية لترشحه. الجدل حول المأمورية الثالثة بدأ مع الحوار الأخير الذي انطلق في سبتمبر الماضي والذي قاطعته بعض أحزاب المعارضة ووصفته بالحوار الأحادي الذي يكرس الاستفراد بالسلطة. خطاب الرئيس في اختتام الحوار كان واضحا على الأقل فيما يتعلق بالمأمورية نافيا كل التكهنات المتعلقة ببقائه في السلطة، وإن كان أكد في مناسبات أخرى أنه سيدعم مرشحا للرئاسيات المقبلة. المادة 28 اللي مستفاد منها ويقد يطالب بها، على كل حال أنا أطالب منها ياسر من المتدخل اللي يطالب بها، اللي قد يطالب بها ولا يستفاد منها شخص واحد أنا اللي قدامكم، وأنا ما قد طرحتها ولا قد عني دور ولا قد عندي دور مأمورية ثالثة ولا طرحت ولا تكلمت عنها ولا درتها. بعض المراقبين يرون أن تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم جاءت للملمة الأغلبية التي يقولون إن إعلان الرئيس عن نيته عدم الترشح لمأمورية ثالثة في وقت مبكر أسهم في خلق خلافات داخلها، فيما يعتقد آخرون أن تصريحات مسؤولي النظام محاولة لجس نبض الشارع الموريتاني وأن النظام فعلا يهيئ لمرحلة لم تتضح بعد ملامحها. فهل يسعى النظام فعلا لتهيئة الظروف لمأمورية ثالثة أم أن تصريحات رموز الأغلبية الحاكمة تتعلق بالنظام ككتلة وليس شخص الرئيس؟